بتقول النهارده الحد عيد القداس الاسبوعي للمسيحيين، والنهارده الحد الموافق 12 ربيع الاول هو الاحتفال بذكرى مولد اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده الحد اختارت هذه الجماعه الارهابيه ان تقوم بعمل هذا الانفجار الغاشم اللي كله خسه كعاده كل افعالهم الحقيقه، فاكرين ان هم بكده هيتشطروا على المصريين ويخلوا اي مصري ان كان مسلم او مسيحي يربط بين يوم الحد وبين عيد القداس الاسبوعي وبين الكنيسه وبين مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاكرين ان ده ممكن يحصل. الحقيقه غيرهم كان اشطر على مدار كل السنوات اللي فاتت دي لاسباب كتيره جدا، خانهم ذكائهم المره دي زي ما خانهم كتير قبل كده. اول امبارح بس كان يوم الجمعه، احب الايام الى الله تعالى هو اليوم اللي نفذوا فيه ايضا عمليه ارهابيه اخرى من عملياتهم الارهابيه عند كمين الامني في شارع الهرم اللي راح ضحيته 7 كمان من قواتنا الامنيه. خلونا ناخد على الهواء مباشره الان زميلتنا العزيزه مها صبري على الهواء من الكاتدرائيه المرقصيه بالعباسيه. اهلا بيك يا مها، وتعزينا يا ريت تنقليها لكل من هم عندك الان. ايه هي الاجواء عندك يا مها دلوقتي؟ ايه الوضع؟ ايه اخر الاخبار لديكي؟ صباح الخير عليك يا استاذة منى، وصباح الخير على كل مشاهدي برنامج صباح دريم. استيقظنا اليوم على انفجار داخل الكنيسة المرقصية الكاتدرائية بالعباسية، حيث كان هناك انفجار اسفر عن عدد 20 قتلى وحوالي 35 مصابا حسب بيان وزارة الصحة. اما الان عن الاجواء، كان هناك غضب من المسيحيين الذين كانوا بداخل الكنيسة من هذا الانفجار، ونحيط المشاهدين علما ان الانفجار كان بداخل الكنيسة على الرغم من ان الكنيسة مؤمنة تام، الا ان هناك هذا الانفجار قد حدث. استاذه منى، الانفجار كان له بعض التوابع، اترك الكاميرا تري يعني تري مشاهدينا ما حدث جراء هذا الانفجار. الاباني والزجاج قد يعني انفجر من دوي الانفجار كما هو ظاهر معكم مشاهدينا في الشاشه. سرعان ما جاءت قوات الشرطة والإسعاف لتنقل المصابين إلى مستشفى الدمرداش ودار الشفاء. مها يعني المعلومة، الصورة لكم قليلا. نعم، بشكرك على الصورة دي، وأنا عايزة أعرف يا مها المعلومات بتقول إنه في ما زال هناك بعض الأشلاء لبعض الجثث، يعني هي كلمة موجعة جدا ولكن ننقل الصورة كما هي، فهل سمعتي حاجة كده؟ لأنه حتى دكتور شريف وديع قال لنا أنه لغاية دلوقتي هذا العدد من القتلى بإذن الله من الشهداء يعني يتزايد حتى الآن. استاذه منى، بالفعل فعلا كان هناك بعض الاشلاء من الجثث التي راحت ضحيه هذا الانفجار، وتم نقل هذه الاشلاء وتم استبعادها من المكان. استاذه منى، لمزيد من تفاصيل معنا احد شهود العيان من منطقه العباسيه ليطلعنا على اهم التفاصيل منذ حدوث الانفجار. تفضل، بنرحب بحضرتك. عايزين نعرف من حضرتك بالظبط ايه اللي حصل من ساعه ما سمعتوا دوي الانفجار. انا كنت جاي داخل اصلا الكنيسه، كانت على الساعه 10 كده، فيعني جاي من عند ناحيه كوبري احمد سعيد، فماشي لقيت لك حس عامة بوم وانفجار، ببص الازاز طاير، وقمت جاي جاري داخل الكنيسه لقيت لك ناس خارجه ميته، واللي خارج من غير رجل واللي خارج من غير ايد، وما يعني منظر ما تشافش، منظر ما تشافش، ويقولوا هم مش عارف خمسه وهم اكتر، يعني خمسه ايه هم اكتر. ما حصلش ان انت شفت، انت بس سمعت؟ دخلت جوه برضه بعديها، الكنيسه من جوه خربانه من جوه. المفروض ان الكنيسه مؤمنه. المفروض يعني، بس هي لا، بس الامن الله اعلم بقى كان يعني بيعمل ايه ساعتها.
انا بشكرك جدا استاذه منى، بننقل تعازينا الى شهداء نعم. هذا الانفجار، واذا ربطنا بين هذا الانفجار اليوم الاحد واول امس بانفجار الهرم سنجد ان في نفس هذا التوقيت قد حدث هذا الانفجار. مشاهدينا سنتابع معكم في الساعات القليله المقبله عن هذا الانفجار وتوابعه. استاذه منى بشكرك وعوده اليك. بشكرك.